very prestigious bungalow chalet على الجازون للبيع بمجمع الأكوا مارينا وان طبرجة. هالشاليه هي دوبلكس بمساحة 133 متر مربع وتعتبر one of the unique units بالأكوا مارينا. fully renovated حديثاً بديكور مودرن American style kitchen مع island بار والتواليت على أول طابق. تابع لهالشالي غرفتين نوم واسعين مع ووك ان كلوزت وحمام مشترك على تاني طابق، واتنيناتهم بيطلعونا على بالكون مطل على الجازون وعلى البحر. بالرغم من موقعها يلي بيتميز باستقلالية نادرة، ما حدا بيزعجها ولا بتزعج حدا، بثواني معدودة فينا نوصل على كل فعاليات مشروع الأكوا: سويمينج بولز، شط البحر، مارينا بوت، ملاعب رياضية، جيم وغيرها. تتميز كمان بتراس جازون واسع بساع 100 شخص تقريبا. تابع لهالشاليه باركينج مريح بيوصلنا مباشرة على مدخله. مية الشرب ومية الاستعمال والكهرباء متوفرين على مدار ال 24 ساعة. بالأكوا مارينا 1 بنجالو شاليه دوبلكس كتير مميز بمساحة 133 متر مربع على الجازون بمليون و75 ألف دولار. نحن بقلب تاور بمنطقة أنطلياس المتن، تحديداً بعد ثواني عن الطريق العام. هيدا تاور under construction ومؤلف من 14 طابق، كل طابق شقتين بمساحة 215 متر مربع. كل شقة مؤلفة من أنتري، 2 reception areas، بالكون، مطبخ مع maid room وحمامة، تواليت لضيوف وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. لوكيشن التاور بأنطلياس بيتميز بأنتوراج كتير رايق. كل شقة بتتميز بفيو صوب الجبل وصوب البحر. تاور بعده under construction وبمراحله الأخيرة. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاط رخام بالأرض، شوفاج، installation لأي سي units، كاونتر توب جرانيت بالمطابخ، والكتريك شاترز. مثل ما ذكرنا وقلنا، موقع التاور بأنطلياس موقع كتير رايق، قريب على كل شيء بنفس الوقت: مطاعم، مولات، محلات تجارية ومدارس. التاور ملبس 80% حجر، له 2 أسانسور بالإضافة للجنريتر. مساحة كل شقة 215 متر مربع، من ضمنهم كاف واثنين باركينج لكل شقة، بالإضافة لثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. ستارتينج برايس 1750 دولار بالمتر، والتسليم بصيف 2014. لجاردان دو بيادة، بروجي جديد فخم كتير under construction بمنطقة البيادة، مؤلف من 2 بلوك. بلوك A مساحات الشقق فيه 455 متر مربع كل طابق شقة، والبلوك بي مساحات الشقق فيه 405 متر مربع وكل طابق شقة. شو مواصفات هيدا البروجي؟ منشوفن سوا. بروجي لجاردان بيوقع على خط البيادة الرئيسي، وبيتميز بوجود 1000 متر مربع حدايق خضراء بتوصل لاثنين بلوك مع بعضهم، بالإضافة للبلكونات على كل طابق يلي بيعطيه حياة طبيعية للفساد. كل شقة إلى 2 reception areas، واحدة dining، واحدة living room، وأربع غرف نوم، 2 منهم ماستر. كل شقة إلى storage room مساحته 20 متر مربع، وأربعة underground parking. لجاردان دو بيادة starting price 3000 دولار بالمتر، والتسليم آخر سنة 2014.